بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي هذه حصة التمارين رقم 7 إن شاء الله. عايزين دلوقتي احنا نحل مسألة في دبل انتجريشن فور بور كوردينيت سيستم، وإن شاء الله هنحل برضو مسألتين على تطبيقات جرين. بالنسبة للمسألة الأولانية زي بيقول لك، طبعا احنا أخذنا المسألة دي قبل كده في حصة المحاضرة، ومجرد احنا عرفنا بازاي هاو تو ديل ويز ذس زي بشكل ده هتلاقي الموضوع هنا سهل جدا جدا جدا، لكن ده زياده مراجعه يعني. هو لك هنا فيريت ده الدبل انتجريشن بتاعنا اهو، ودي ذا فانكشن تو بي انتجريتد اهي اكسبوننشال اكس سكورد بلس واي سكورد دي اكس دي واي. عايزين احنا نحل هذه الدبل انتجريشن ده. طبعا واضح قوي الدبل انتجريشن ده احد الليميز بتاعته، احد الليميز بتاعته اهو زي عباره عن دائره، تمام؟ دائره اهو، هنيجي نشوف كده ازاي الدائره دي اهو. هنا اكس يساوي ده الليميز بتاعتنا اكس يساوي سكور اوف 1 ماينس واي سكور. طبعا انا لو اف اي سكور بوث سايدز يدي هنا اكس سكور ايكوالز سكور اوف 1 ماينس واي سكور، دي هنا واي ماينس 1 ماينس واي سكور. لو خليت واي سكور من الناحيه الثانيه هيديك هنا اكس سكور بلس واي سكور تساوي 1. وطبعا واضح قوي دي عباره عن دايره نصف قطرها 1 ومركزها 0 و 0. واضح قوي ان ده دي عندي هي دي هي دي دي معدل الدايره نصف قطرها 1، هي نفس المعدل دي هي نفس المعدل دي، لكن they are in different forms، هي اشكال مختلفه، تمام كده؟ فحس انها دي حس ان بتاعنا ده اللي موجود في المساله عباره عن دائره، عباره عن دائره. فنرجع على طول للبولر، هنحول بولر تعالى نشوف كده مع بعض ازاي الحل هيكون. ادي راس المساله بتاعتنا اهي زي ما اتفقنا قبل كده. لو هنيجي نلجا للكارتيزيان كورن سيستم ان احنا نحل الكلام ده بدلت الاكس والواي، هنلاقي الموضوع هيبقى صعب شويه او شويتين. فهنلجا ليه طالما في دائره؟ الجا على طول للبولر. نلجا للبولر ازاي؟ الاول عشان نلجا للبولر لازم نحول الليمس دي اللي هي الليمس دي اللي هو اوتر انتجريشن ليمس واوتر وينر انتجريشن ليمس في البولر كورنيس، تمام؟ فعشان نعملها دي لازم من الليمس دي نرسم الريجن ار، ومن الريجن ار نجيب منها ايه النيو كورنيس او نيو ليمتس في البولر بس. فهو ده اللي هنعمله دلوقتي ازاي. تعالى نشوف هنا بالنسبه للاوتر انتجريشن ليميتس واي بيساوي 0 الى 1، يعني اصغر قيمه للواي داخل الريجن ار احنا هنرسمها، هنرسم الريجن ار من واي بيساوي 0، ادي من واي بيساوي 0 الى اكبر قيمه للواي داخل الريجن ار اللي هو بيساوي 1، من واي بيساوي 0 الى واي بيساوي 1، من واي بيساوي 0 الى واي بيساوي 1. طيب وبالنسبه للاكس، بالنسبه للاكس تعالى من كيرف لكيرف، من كيرف هنا اللي هو انتر انر انتجريشن ليميتس دايما من كيرف لكيرف. الكيرف بتاعنا اكس يساوي 0، اكس يساوي 0 اللي هو ايه؟ اللي هو ستريت لاين الونج ذا واي اكسس اهو ازاي من الخط الاحمر ده الى الخط الدائري اللي هو واي بي اكس يساوي سكور روت اوف 1 ماينس واي سكور اللي هو عباره عن دايره نصف قطرها 1 ومركزها 0 0، دي مركز اهو. هنرسم دايره نصف قطرها 1، يعني نصف قطرها دايره نصف قطرها 1، فدي اسمها بلس 1 ودي هنا بلس 1 وهنا ماينس 1، بالنسبه للاكس اكس دي ماينس 1. يبقى كان دي هذه الدايره بتمر على واي بيساوي 0 اللي احنا هنا من واي بيساوي 0 واي بيساوي 1 زي من واي بيساوي 0 الى واي بيساوي 1، من واي بيساوي 0 الى واي بيساوي 1. يبقى احنا الدايره بتاعتي بتمر على كده. فتعالى بقى ايه نشوف الريجن بتاعتي عباره عن ايه؟ من واي بيساوي 0 الى واي بيساوي 1، يعني اصغر قيمه للواي هي ايه؟ هنا. ما فيش واي تحتيها، الريجن ار بتاعتي ما لهاش اي وجود تحت، ما لهاش اي وجود ايه تحت هذا الخط الى واي بيساوي 1. الواي بيساوي 1 اللي هي النقطه دي، يعني اكبر قيمه للواي داخل الريجن ار هي دي الايه الواي بتاعتي، ما فيش واي فوقيها. يبقى كان حدود الريجن ار بتاعتي وقع بين الخط ده وبين الخط ايه ده، بين الخط واي بيساوي 0 والخط واي بيساوي كام 1. طيب مين اللي هيحدد بقى ريجن ار بالظبط؟ الاكس نفسها، الاكس من الاكس او 0 الى اكس او كام؟ اكس او 0 اللي هو الخط الاحمر ابيض ده الاحمر ده زي الى الخط الايه الايه اسود ده، من الخط الاسود ده اكس او سكور روت اوف 1 ماينس واي سكور، اكس او سكور روت اوف 1 ماينس واي سكور، من هنا لهنا من الخط الاحمر الخط الاسود، من الخط الاحمر الخط الاسود،
من خط الاحمر الى خط الدائري. يبقى بالشكل ده يبقى الريجن ار اتحددت. مجرد الريجن ار اتحددت هنحول الاربعه ليمس اللي هو في الكارتيزيان دولت الى اربعه ليمس ثانيين في البولر. عباره عن يا دي الدبل انتجريشن بتاعنا اهو. هنقول هنا ونحط طبعا دي بالنسبه للبولر هتبقى اي تو باور اهي، اي تو باور اكس سكوير بلس واي سكوير في البولر عباره عن ار سكوير، ودي اكس دي واي عباره عن ار دي ار دي ثيتا، ار دي ار دي ثيتا. زي ما اتفقنا قبل كده دي اكس دي واي ودي دي اكس بيساوي ار دي ار دي ثيتا في البولر اهو، ار دي ار دي ثيتا. طيب يبقى هنحط دي ميزوراتي بالنسبه للثيتا الاول الخارجيه الاول، بعدين بالنسبه للثيتا. بالنسبه للثيتا بنقيس الثيتا انتي كلوك وايز البوزيتيف سنس بتاع الثيتا ازاي من along the يعني بنقيس من الايه من البوزيتيف اكس اكسس، بوزيتيف اكس نمشي بشكل ده نمشي بشكل ده. يبقى من ثيتا بيساوي زيرو هنا الى ثيتا عمال يزيد تزيد تزيد لغايه لما نوصل لثيتا بيساوي كام؟ باي على 2. مش هنتعداها لان مفيش ريجن ار مش موجوده هنا. يبقى من ثيتا بيساوي زيرو الى ثيتا بيساوي باي على 2، من ثيتا بيساوي زيرو الى ثيتا بيساوي باي على 2. ومن ار بيساوي كام الى ار بيساوي كام؟ من ار بيساوي 0 الى ار بيساوي 1، الار بتاعتي من 0 الى 1. من 0 هنا ار اللي هو radial direction، من ايه ار بيساوي 0 الى ار بيساوي 1، من ار بيساوي 0 الى ار بيساوي 1، ار بيساوي 0 الى 1. وعلي ان اعمل التكامل ده، التكامل ده طبعا هنا اقيس تكامل اتش فور ار تربيع دي ار 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 دي ار. فطبعا بالنسبه للتكامل الخارجي اللي هو بالنسبه لثيتا اهو ده زي ما هو تكامل، وادي دي ثيتا. التكامل الداخلي بالنسبه للار هندخل الار جوه عشان تبقى ار سكورد اوفر 2. طبعا ده تخش الار جوه دي ار بالتكامل تبقى دي ار تربيع على 2. تمام. يبقى عندي هنا دلوقتي التكامل الداخلي عباره عن اي تو باور ار سكورد دي ار سكورد على على ايه؟ على 2، على 2. تمام؟ جميل. دلوقتي يبقى تكامل اتش بار يو دي يو هو عباره عن اتش بار يو، يبقى عباره عن اتش بار سكوير، ادي اتش بار سكوير. من اللور ليميت للابر ليميت، من ار بيساوي 0 الى ار بيساوي 1، وادي النص وادي التكامل وادي دي ثيتا، ادي النص وادي التكامل وادي دي ثيتا. بيساوي النص اهو. ودي التكامل اهو، ودي دي ثيتا اهو. تكامل الكلام نعوض بالابر ليميت نص لور ليميت اتش باور، حط كل ار بيساوي كام؟ حط كل ار بيساوي 1، يبقى اتش باور ايه؟ 1 ماينس حط كل ار بيساوي 0 اتش باور 0 يديك 1، ادي 1. طبعا واضح قوي اي ده عباره عن اويلرز كونستنت، اويلرز كونستنت بيساوي 2.718 ماينس 1 بالشكل ده. هنا ايه الناتج بتاعنا؟ 1.718 يعني مع صح كونستنت. لما كونستنت يطلع بره تكامل يبقى دي نص اهو ده، وادي الكونستنت بتاعنا اهو، وهو تكامل دي ثيتا عباره عن ايه؟ ثيتا من 0 باي على 2 دي باي على 2. يبقى هو ده ايه الناتج بتاعنا. واضح قوي ان ايه التكامل بتاع البولر بيسهل لنا كتير جدا لما يكون اي حد من حدود الريجن ار اللي احنا بنكمل عليها تكون ايه دائره. نكست. دلوقتي هنخش على ناخد كمان تمرينين على جرين زي ادي مساله اهي بالنسبه لجرين، اهي مساله بالنسبه لجرين اهي، ودي مساله ثانيه بالنسبه لجرين. بالشكل يبقى عندنا مزيد من التمارين، يبقى سهل علينا ان احنا ايه نعمل اي ريبورت. تعال نشوف ايه المساله الثانيه بتاعت جرين. زي بيقول لك هنا فايند وورك دان باي ذا فورس، الفورس بتاعتنا هي اف ايه؟ اف دي عباره عن بي في اتجاه اي، ودي اسمها كيو في اتجاه جي. زي قال لك الفورس دي اكتنج الونج ذا سيمبل كلوز باس سي شون، ادي ايه الكلوز باس سي شون اهو، ده كده ثم ده ثم ده. واضح قوي ان دي يعني ايه هذا المسار. انا طبعا انا عندي قوه ومسافه، عاوز وورك دان زي يبقى عندي عاوز قوه، القوه موجوده اهي القوه موجوده، ده بي وده كيو المركبتين بتوع ايكو في اتجاه اكس في اتجاه واي زي. وفي المسار المسار اهو، ده المسار اللي بمشي عليه بالقوه بتاعتي دي، بالقوه بتاعتي المبينه فوق دي. تمام كده نمشي على المسار ده على المسار ده. هنبدا نقطه بدايه اند انيشال بوينت، نروح كده نمشي كده، ودي في الاخر خالص فاينل بوينت از سيم از انيشال بوينت، ذا فور ذيس از ا كلوز باث مسار مغلق.
وطالما مسار هو مغلق وفي الاكس واي بلين ممكن يستخدم الجرين من غير ما يقول لي، ممكن استخدم جرين من غير ما يقول لي طالما في الاكس واي بلين والمسار بتاعي مغلق. طيب احل بقى دي ازاي؟ قبل كل حاجه لازم نجيب الاوردر وبحيث يطلع لي تكامل، يطلع لي لاين انتجريشن. وبالشكل ده لما يطلع لي لاين انتجريشن ممكن استعيض عنه بدبل انتجريشن اكوردنج تو جرين سيروم، نظريه جرين. فهو ده اللي هنعمله دلوقتي. ازاي؟ تعالى نشوف كده مع بعض. ادي هو ايه دي المساله اهي. ازاي ده حل المساله؟ ادي الاف بيساوي الكلام ده البي في اتجاه اي، ودي اسمها كلها كيو في اتجاه جي، ودي الرسمه اهي. هنقول الورك دان بيساوي ايه؟ الورك دان، الورك دان بيساوي معروف الجنرال فورمولا بتاعت الورك دان بيساوي تكامل بي دي اكس بلس كيو دي واي بلس ار دي زد، دي حاجه معروفه درسناها قبل كده. ادي التكامل بتاعنا اهو، ادي التكامل بتاعنا هنا تمام. زي البي بتاعتي فين؟ البي بتاعتي اقوس ده زي اللي هو ماينس 16 واي ماينس ساين اكس سكوارد، ماينس 16 واي بلس اكس سكوارد مضروب في دي اكس، ادي دي اكس اهي بلس، ادي بلس اهي، وادي كيو اللي هي كوز ده 4 اكسبونشال ماينس بلس 3 اكس سكوارد اهي زي في دي واي، في دي واي. طبعا ار دي زد مش موجوده، ده الار دي زد ده بقى في 3 دايمنشنال، احنا بنشتغل في جرين 2 دايمنشنال بس. يبقى هو ده الايه؟ ده الانتجريشن بتاعنا اللي المفروض نعمله. طبعا واضح قوي، طبعا هنا المفروض لازم يكون هنا في ايه؟ في دايره، دايره يعني مسار بتاعي مسار مغلق. هشيل المسار طالما بنطبقه على المساله دي، يبقى المسار بتاعي ده مسار مغلق. وطالما مسار مغلق في اكس واي بلين نطبق على طول جرين. جرين بيقول ايه؟ بيساوي الكلام ده بيساوي دبل انتجريشن على ريجن ار لدي كيو باي دي اكس ماينس دي بي باي دي واي. يبقى هنشيل التكامل لاين انتجريشن بدل ما نعمله ايفاليويشن، لا هنعمل ايفاليويشن لدبل انتجريشن زي ما بيقول مستر جرين. الدبل انتجريشن بتاعنا الايه؟ قال لك دي كيو باي دي اكس، هناخد دي كيو دي اسمها كيو اللي جنب دي واي، هنفضلها بالنسبه لاكس، فاضل دي بالنسبه لاكس 0، طب فاضل دي بالنسبه لاكس عباره عن 6x، 6x ادي 6x ماينس، ادي ماينس اهي ازاي؟ دي بي باي دي واي هنفاضل، هناخد البي دي هنفاضلها بالنسبه لواي، تفاضل دي بالنسبه لواي عباره عن ماينس 16، ماينس 16 يبقى ماينس وماينس موجوده هنا يبقى بلس 16. طيب وهنا ساين اكس كورد تكاملها تفاضلها بالنسبه للواي بيساوي 0، لان دي بداية ان ترمز اوف اكس وانا بفاضل بالنسبه للواي بارشلي بس. وتقول مساله دلوقتي للدبل انتجريشن، وانا شاطر في الدبل انتجريشن، حلينا قبل كده دبل انتجريشن كتير في الكارتيزيان وفي الايه؟ في البولر. طب انا هنا هنختار بقى انه ريجن بولر ولا بولر ولا كارتيزيان. واضح قوي ان الريجن ار بتاعتي ان احد حدود الريجن ار اللي هي محصوره بالكيرفز ده، كيرف سي المغلق ده، كيرف سي مغلق، يبقى الريجن ار بتاعتي اهي هي محصوره بايه؟ محصوره ها احد الحدود بدائره، طالما احد الحدود دائره على طول نلجا لايه؟ للبولر. تمام؟ فعشان هنلجا للبولر هنوسع المسافه بين التو انتجريشنز اهمت، وهنحط كل حاجه بدائره البولر، ال 6 اهي زي الاكس في بولر عباره عن ار كوساين سيتا. جبناها منين؟ جبنا الاكس يساوي ار كوساين سيتا من هنا، هي الاكس يساوي في البولر بيساوي ار كوساين سيتا. تمام؟ فيبقى شلنا هنا الايه اكس حطينا بدلها ار كوساين سيتا. ها بلس 16 ادي بلس 16 ادي بلس 16، ودي اريا عباره عن ار دي سيتا في البولر، يبقى كل حاجه اتحولت الى بولر. نحط الليمس بقى في البولر. الليمس في البولر هنحط الليمس بتاعت السيتا الاول، السيتا الاول. ازاي؟ هنحط هنمشي في البوزيتيف سنس اللي هو انتي كلوك وايز بالنسبه للسيتا. ازاي؟ ستارتنج من الاكس اكس. هنا طبعا هنا مش الواي دي، هنا ما تبقاش واي، هنا اكس المفروض، ها اكس يعني دي هنا اكس ودي الواي. من البوزيتيف اكس اكسس كده هنمشي مسافه زاويه في اتجاه بوزيتيف سنس اوف سيتا. ازاي؟ هنبدا من الريجن هنا، ده الريجن بتاعتي، هنبدا من الخط ده عند سيتا بيساوي كام؟ باي على 4. وهنفضل ماشيين بعد باي على 4 كده جوه الريجن جوه الريجن جوه الريجن لغايه لما نوصل لهنا. عند سيتا بيساوي كام؟ عند سيتا بيساوي 3 باي على 4. الاثنين بيتقاسوا من سواء ده او الخط ده بيتقاسوا من الايه؟ بوزيتيف اكس اكسس، بوزيتيف اكس اكسس. يعني دي هنا سيتا بيساوي باي على 4، وهنا دي اسمها سيتا بيساوي 3 باي على 4.
يبقى من الخط ده الى الخط ده زي السيتا بتاعتي، يبقى هي ام سيتا بتساوي باي على 4 الى سيتا بتساوي 3 باي على 4. طيب بالنسبه للار اللي هو داخلي من ريديان دايركشن، من هنا داخل الريجن ار من هنا 0 الى 1، لا نصف قطرها عباره عن دايره نصف قطرها 1، ده هو واضح اهو، ده اكس سكوير بلس واي سكوير بيساوي 1، ده دايره نصف قطرها 1، يبقى من 0 الى 1، من 0 الى 1، من 0 الى 1، من 0 الى 1، يبقى هنا ام ار بيساوي 0 الى 1. خلاص نبدا بقى ايه نكامل طبعا بالنسبه للار الداخلي الاول، نعتبر اي سيتا خارجي، سيتا خارجيه دي نعتبرها ايه؟ تعتبر ثابته، يبقى التكامل بالنسبه للسيتا ثابته زي ما هي، ادي التكامل ادي السيتا. التكامل بالنسبه للار اللي جوه دي ازاي؟ هنكملها بالنسبه للار مع اعتبار السيتا ثابت، يبقى هنا عندي كوساين سيتا ده ثابت، ادي كوساين سيتا ثابت اهي تمام كده، وبعدين هنا 6r وهنا في ار يبقى ار سكورد، يبقى 6 ار سكورد تكامنها عباره عن 6 ار كيوبد اوفر 3 دي كانت 2 ار كيوبد بلس هنا 16 ار تكامنها عباره عن ايه؟ 16 ار سكورد اوفر 2 دي كانت 8 ار سكورد، من ار بيساوي 0 الى ايه؟ ار بيساوي 1، من ار بيساوي 0 الى ار بيساوي 1. ماشي كده نعوض بالايه؟ ابر ليميت ناقص لو ليميت قبل ما نخش على التكامل بتاع الدي سيت. عند ار بيساوي 0 يبقى 2 تايمز 1 تايمز كوساين ثيتا، 2 تايمز كوساين ثيتا بلس 8 في 1 يديك 8 تمام؟ ناقص حط كل ار بيساوي 0، هنا ار بيساوي 0 يديك ده 0 وهنا ار بيساوي 0 يديك 0، يبقى هو ايه؟ بس الليميت اللي فوق هو اللي ايه؟ يتحسب 2 كوساين ثيتا بلس 8. هنيجي نكمل الكلام ده بالنسبه لثيتا، يبقى 2 كوساين تكاملها عباره عن ساين ثيتا زائد 8 تكاملها عباره عن 8 ثيتا، من سيتا بيساوي باي اوفر 4 الى 3 كوارتر، ها ايه باي 3 كوارتر باي ايه جاي، ومنها طبعا هنعوض بابر ليميت ناقص لور ليميت ويطلع النتيجه. الموضوع من ابسط ما يكون. اهم حاجه طبعا انا عشان ابدا استخدم جرين مفروض يكون عندي انتجريشن، لازم يكون عندي لاين انتجريشن، ولازم يكون لاين انتجريشن بتاعي على مسار مغلق، والمسار المغلق بتاعي اللي هو موجود ده هنا، ده عشان نقدر نستخدم جرين. فهو قال لي جيب الورك دان واعطيني فورس بس، ما اعطناش اللاين انتجريشن، فعشان لازم انا اكون اللاين انتجريشن اولا. ازاي؟ بنحط قانون بتاع الورك دان اللي هو لاين انتجريشن بي دي اكس بلس كيو دي واي بلس ار زد، ومنها نحط الايه؟ نحط القيم بتاعت البي وكيو ازاي، وبشكل ده نكون اللاين انتجريشن، وهنا ده هيكون في كلوز باس، وطالما ده لاين انتجريشن في 2 دايمنشنال اكس واي بلين زي، وده مسار مغلق، المسار بتاعي هنا مغلق، فممكن نستخدم جرين، وبالتالي انا استخدمت نظريه جرين اللي هو ده الرايت هاند سايد بتاع جرين. خلاص وبالتعويض قدرت ايه اكون دبل انتجريشن، وان دبل انتجريشن قدرت اجيب القيمه دي. مساله على جرين ثانيه فيها فكره جديده، فكره جديده بتاعتها بانها هنا في البولار سيستم. المسألة الأولانية اللي خدناها في المحاضرة زي كان برضو جرين، بس كانت إيه؟ في الكارتيزيان كوردي سيستم تمام. دلوقتي هنيجي ناخد مسألة ثالثة بفكرة جديدة. الفكرة الجديدة إيه؟ قال لك هنا فيريفاي، دي مسألة ثالثة، المسألة الثالثة ماشي، بيقول لك فيريفاي جرين سيروم، فيريفاي جرين سيروم يعني إيه؟ فيريفاي يعني تحقق يعني تحقق، يعني ايه تحقق؟ ادي نظريه جرين، ادي نظريه جرين. تحقق يعني ايه؟ يعني هنعمل ايفاليوشن للرايت هاند سايد، ونعمل ايفاليوشن للليفت هاند سايد، ونشوف اذا كان الاثنين بيتساووا ولا لا. ازاي؟ واكيد طبعا لازم يتساووا. ماشي كده؟ فهنا هنيجي نقول هنا ايه؟ فهنا ايه؟ بالشكل ده يعتبر ده تمرين، تمرين على دبل انتجريشن، وتمرين على لاين انتجريشن. بالشكل ده تعتبر مراجعه. مراجعة عامة على اللاين انتجريشن والدبل انتجريشن مع بعض في نظرية واحدة. فتعالى هنا بنقول فيريفاي جرين سيروم باي ايفاليتنج بوث انتجرالز، ادي انتجريشن بتاع اللاين انتجريشن بتاعنا اهو ماشي ازاي. فهو قال لك اللاين انتجريشن بيساوي ايه؟ بيساوي دبل انتجريشن على ريجن ار، ده على مسار مغلق، ده مسار مغلق، فدي يساوي دي كيو باي دي اكس، نظريه جرين بتقول كده دي كيو باي دي اكس، هنفاضل دي بالنسبه لدي لاكس بارشالي، دي كام؟ واي، ادي واي اهي،
ناقص ناقص دي بي باي دي واي، هناخد دي فاضلها بالنسبه للواي بارشلي، ده زيرو تفاضل ماينس واي، دي كده ماينس واحد، ماينس ماينس يديك بلس واحد، صح كده؟ دي اريا، دي اريا. يبقى هنا ايه؟ ادي الدبل انتجريشن على ريجن ار، واي بلس واحد دي اريا. خلاص؟ هو ده ايه؟ يعني كان ايه دلوقتي؟ ده الرايت هاند سايد، ده الرايت هاند سايد، وده الليفت هاند سايد، ازاي؟ وعلينا نعمل ايفاليوشن للكلام ده، ونعمل ايفاليوشن للكلام ده على هذا المسار المغلق اللي اعطوه لي. المسار المغلق بتاعي هنبدا بستارت ذيس بوينت، ستارتنج فروم ذا اوريجن، جوينج ثرو الكيرف الاولاني سي 1، الكيرف سي 1، وبعدين الكيرف الثاني اسمه سي 2، وبعدين الكيرف الثالث اسمه سي 3. الكيرف سي 1 معادلته واي بيساوي 0 لين ذا لونج ذا اكس اكسس، الكيرف عباره عن ستريت لاين لونج ذا اكس اكسس معادلته واي بيساوي 0. والكيرف الثاني سي 2 عباره عن ستريت لاين بارال تو ذا واي اكسس اللي هو اكس كونستنت، ان الاكس بتاعته بيساوي 1، لان هو اي نقطه عليه الاكس بتاعتها بيساوي كام؟ 1، ادي الاكس بتاعها 1. وبعدين من خلال الخط الاحمر ده عباره عن ستريت لاين هيروح للاوريجن اهو، يعني زي بدا من النقطه دي الى الاوريجن هنا، وده معادلته واي بيساوي 3 اكس، تمام كده؟ لما اكس يساوي 1 هنا الواي بيساوي كام؟ بيساوي 3، لما اكس يساوي 1 الواي بيساوي 3، دي نقطه، ولما اكس يساوي 0 الواي يساوي 0، ادي اكس يساوي 0 الواي يساوي 0. يبقى الخط ده سي 1 والخط ده سي 2 والخط ده سي 3، الثلاثة مع بعض بيكونوا مسار مغلق، وطالما ده مسار مغلق ممكن نطبق جرين، واحنا طبقنا جرين اهو. عليا انا ايفالويت ذا رايت هاند سايد فيرست، ذن ايفالويت ذا ليفت هاند سايد نكست، ونشوف هل الاثنين هيتساووا مع بعض ولا لا. تعالى نشوف كده مع بعض. ده هنا ليه؟ ده هنا ادي التكامل اهو، يعني زي فهناخد الرايت هاند سايد الاول اللي هو ده يعني زي، وهنعمله ايفالويشن ويطلع لي النتيجه، وهناخد اللفت هاند سايد اللي هو ده يعني زي اللي هو ده يعني زي، نعمله ايفالويشن ويطلع لي النتيجه، ونشوف الاثنين هيطلعوا نفس النتيجه ولا لا، تمام كده؟ تعالى نشوف مع بعض. تعالى نشوف الرايت هاند سايد بتاعي، دبل انتجريشن على ريجن ار لواي بلس 1 دي اريا. ادي الدبل انتجريشن اهو، ده دبل انتجريشن اهو، وسعت المسافه بين الاثنين، تمام كده؟ وهنكتب هنا واي بلس 1، ادي واي بلس 1، ادي واي بلس 1، ودي اريا بتاعتي، ودي اريا بتاعتي عباره عن ايه؟ دي اريا، اوكي؟ دي اريا بتاعتي عباره عن ايه؟ دي اكس دي واي، او دي واي دي اكس، دي واي دي اكس، تمام؟ فتعالى نشوف كده مع بعض ازاي. يعني نحط الديمس، طبعا نحط الديمس بتاعت ايه؟ الاكس الاولاني، وبعد كده نعوض الديمس الايه؟ الاخرانيه. اصغر قيمه للاكس داخل الريجن ار، اصغر قيمه للاكس داخل الريجن ار، مفيش اكس قبليها، ادي اكس ايه؟ مفيش اكس، يعني اكس يساوي زيرو. اكبر قيمه للاكس داخل الريجن ار، مفيش اكس بعديها، اللي اكس يساوي كام؟ بيساوي 1، تمام؟ يبقى من اكس يساوي زيرو الى اكس يساوي 1. وبعد كده هنا ايه؟ بالنسبه للواي، من ايه؟ من خط لخط، من كيرف لكيرف في اتجاه البوزيتيف سنس اوف واي، يعني الكيرف ده واي بيساوي 0 الى واي هنا بيساوي كام؟ 3 او اكس، من واي بيساوي 0 الى واي بيساوي 3 اكس، من واي بيساوي 0 الى واي بيساوي 3 اكس، من الكيرف اللي هو تحت ده الى الكيرف اللي هو ده اللي بنقابله في اتجاه الواي، من الكيرف اللي تحت للكيرف اللي فوق، يبقى واي بيساوي 0 الى واي بيساوي 3 اكس، تمام كده؟ تعالى بقى نعمل ايفاليوشن الكلام ده، هنكمل طبعا الاكس تكامل الناس بالنسبه للاكس نسيبه دلوقتي، هنكمل الاول بالنسبه للواي مع اعتبار الاكس ثابت، تكامل واي عباره عن واي، تكامل واي بالنسبه للواي يبقى واي سكورد اوفر 2 بلس تكامل واحد عباره عن واحد واي، من واي يساوي 0 الى 3 اكس، نحط كل واي بيساوي 3 اكس يبقى 3 سكورد، 3 اكس سكورد 9 اكس سكورد اوفر 2 ماينس ولا بلس، بلس واي بيساوي 3 اكس، والماينس حط كل واي بيساوي 0 اللي كان ده 0 ده 0، يبقى هو ده التكامل بتاعنا بالنسبه لايه؟ للاكس. انتجريتنج ويز ريسبكت فور اكس يطلع لك هنا 9 اكس كيوبد اوفر 3، يطلع لك هنا 3 سكورد 3 اكس كيوبد اوفر 2، يعني 3 هاف اكس كيوبد بلس 3 اكس سكورد اوفر 2، 3 اكس سكورد اوفر 2، ده التكامل.
حط كل اكس يساوي واحد بتعويض ابر ليمت نص لور ليمت. ها حط اكس واحد يساوي 3 هاف في 1 بلس 3 هاف 1 اي 3 هاف ماينس حط كل اكس 0 يطلع لك 0 و 0 يطلع لك 3 3 هاف بلس 3 هاف يكون 3. طبعا ده هنا ايه؟ ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن النتيجه بتاعت الرايت هاند سايد. الرايت هاند سايد تعال نحسب الكلام ده الرايت هاند سايد، تعال نحسب الكلام ده برضه على ايه؟ اللفت هاند سايد. ادي اللفت هاند سايد بتاعي اهو، اللفت هاند سايد بتاعي عباره عن ايه؟ اللفت هاند سايد ده عباره عن انتجريشن. هنا حسبنا دبل انتجريشن، جميل. هنا هنحسب ايه؟ هنحسب اللاين انتجريشن. عشان نحسب اللاين انتجريشن هنقول تكامل مغلق على سي، ادي تكامل على سي، هنقول هنا تكامل على سي واحد ده، وتكامل على سي اتنين ده، وتكامل على سي تلاته ده. يعني هنعمل التكامل بتاعنا تلات مرات على حسب عدد المسارات اللي بيقفل لي مسار الكلي. ادي تكامل على سي واحد، تكامل على سي واحد اهو اهو هنحسبه هنا، وتكامل على سي اتنين نحسبه هنا، وتكامل على سي تلاته نحسبه هنا. ازاي؟ والثلاث تكاملات ده فور ذا سيم انتجراند لنفس المكامل هنا اللي هو اكس ماينس واي دي اكس بلس اكس واي دي واي، اكس ماينس واي دي اكس بلس اكس واي دي واي، اكس ماينس واي دي اكس بلس اكس واي دي واي، اكس ماينس واي دي اكس بلس اكس واي دي واي. تمام كده؟ تعالى بقى ايه؟ هنيجي ايه بالنسبه هنتعامل مع تكامل على سي واحد، سي واحد اللي هو الكيرف ده، ده الكيرف ده سي واحد. المعادله بتاعته واي بيساوي صفر، والتفاضل بتاعها دي واي بيساوي زيرو. يبقى هنعوض الكلام ده على سي واحد هنا. حط كل واي بيساوي زيرو، وكل دي واي بيساوي زيرو، كل دي واي بيساوي زيرو، ودي واي بيساوي زيرو. ادي واي بيساوي زيرو، ودي واي بيساوي زيرو، واي بيساوي زيرو. يبقى ده الترم ده قبله راح، الترم ده هيكون في تكامل اكس دي اكس، تكامل اكس دي اكس. The variable of integration هنا اسمه اكس. ازاي؟ على الكيرف اللي اسمه سي واحد، يبقى اكس بتاعتي تتغير من كام لكام على الكيرف اللي اسمه سي واحد. اكس هنا بيساوي كام؟ زيرو، الى اكس هنا بيساوي كام؟ واحد. يبقى من اكس يساوي 0 الى اكس 1. انتجريتنج يطلع لك هنا اكس كورد اوفر 2، من 0 الى 1 يطلع لك ايه؟ 1 اوفر 2. تعال نشوف تكامل اكس على سي 2، تعال سي 2 اهو الكيرف الثاني ده اللي هو اكس يساوي 1. ازاي؟ لنفس الانتجراند، نفس الانتجراند. تعال نحط هنا كل اكس يساوي كام؟ 1. يبقى دي اكس بتاعتي تساوي كام؟ 0. اللي هو التفاضل بتاع الايه؟ اكس. يبقى هنا هنحط كل اكس يساوي 1، كل دي اكس يساوي 0. كل اكس يساوي 1، وكل دي اكس يساوي 0، كل اكس يساوي 1. يبقى الترم ده كله راح، يتبقى تكامل 1 في واي دي واي، تكامل واي دي واي. The variable of integration هنا اسمه واي. ازاي؟ على كيرف اللي اسمه سي 2، على كيرف اللي اسمه سي 2 اللي هو الكيرف ده، من واي بتبدا من هنا، من واي بيساوي كام؟ 0 الى واي هنا بيساوي كام؟ 3. يبقى من واي بيساوي 0 الى واي بيساوي 3. انتجريتنج دي هنا واي سكورد اوفر 2، من واي يساوي 0 الى 3 يطلع لك كده ايه؟ 9 اوفر 2. تمام. تعال نشوف ايه التكامل على ايه الثالث اللي هو ايه؟ تكامل على سي 3 اللي هو التكامل على الخط الاحمر ده، اللي هي معادلته واي بيساوي 3 اكس، التفاضل بتاعها دي واي باي دي اكس يساوي 3، يعني دي واي بيساوي 3 دي اكس. هناخد المعادله والتفاضل بتاعها دي واي بيساوي 3 اكس، ودي واي بيساوي 3 دي اكس، نعوض بيها هنا. كل واي هنحطها بيساوي 3 اكس، كل واي هنحطها ب 3 اكس، وكل دي واي بيساوي 3 دي اكس according to this. according to this هنا يطلع لك ايه؟ يطلع لك اكس ماينس 3 اكس ماينس 2 اكس دي اكس ماينس 2 اكس دي اكس. وهنا دي عباره عن ايه؟ 3 تايم 3 يبقى 9 اكس في اكس اكس سكوارد، يبقى هنا 9 اكس سكوارد، ودي اكس وادي دي اكس بره بالتكامل دي. طبعا من اكس يساوي كام؟ متغير التكامل هنا اسمه ايه؟ اكس. متغير التكامل اسمه ايه؟ اكس. متغير التكامل اسمه اكس على الكيرف اللي اسمه سي 3، على الكيرف اللي سي 3 اللي هو ده، ماشي. ازاي؟ من اكس يساوي كام الى اكس يساوي كام؟ من اكس يساوي 1 الى اكس بيساوي 0. انا ماشي مع اتجاه السهم، ماشي مع اتجاه السهم، مع اتجاه المسار، المسار نفسه. من اكس يساوي 1 الى اكس يساوي كام؟ 0. مفيش حد يقول من اكس يساوي 0 الى 1، لا. انا ماشي مع اتجاه السهم. بس يبقى من اكس يساوي 1 الى اكس يساوي 0. تمام كده؟ بالتكامل هنا دي كده ماينس اكس كورد اوفر 2 هتروح مع 2 دي، يبقى ماينس اكس كورد بلس 9 اكس كيوب اوفر 3 يطلع لك هنا 3 اكس كيوب. من اكس يساوي 1 الى اكس يساوي كام؟ 0. تمام؟ حطوا كل اكس يساوي 0 هنا
في ده زيرو وده زيرو يطلع لك زيرو ماينس، حط كل اكس واحد يطلع لك من ماينس واحد بلس 3 ده يطلع لك ماينس 2. ادينج اب الثلاثة، الثلاثة تكاملات دي قيمة الثلاثة تكاملات دي 1 هاف بدل سي 1 اهو تكامل 1 هاف اهو التكامل الكلي بيساوي تكامل سي 1 سي 2 سي 3 مجموعهم بيساوي نص، ادي النص اهو التكامل بتاع سي 1. التكامل بتاع سي 2 طلع هي 9 هافز، 9 هافز اهو. التكامل على سي 3 عبارة عن ماينس 2 ماينس 2. بتجميع هذا الكلام يديك هنا 1 هاف بلس 9 هافز يديك 10 هافز يعني 5، 5 ماينس 2 يديك 3، ادي 3. يبقى طلع ايه قيمه التكامل بالرايت هاند سايد بيساوي قيمه التكامل بالليفت هاند سايد، يعني اللاين انتجريشن زي ايه دبل انتجريشن، وده يثبت صحه نظريه جرين والشكل ده نتحقق. الفكره في المساله دي ان احنا بناخد مزيد من الايه، بناخد هنا ايه مزيد من المراجعه. بقول لك فيريفاي، انا بختبرك هنا ازاي في الدبل انتجريشن وفي الوقت نفسه بنختبرك في الايه في اللاين انتجريشن الاثنين مع بعض. لكن هنا بالنسبه للورك دان يقول لك فايند ورك دان، يعني ايه ما لكش جيب ما لكش فيريفاي، يبقى عليك تحلها باي طريقه. طبعا انك تلجا لطريقه انك تلجا لتكامل على سي 1 وتكامل على سي 2 وتكامل على سي 3 ده فيري تيديس ازاي، فطبعا يحبذ انك تستخدم ايه دبل انتجريشن بس. ولذلك هنا ممكن يقول لك يوز جرين، يوز جرين يعني تيك ذا رايت هاند سايد بس اوف جرين، بس رايت هاند سايد مثلا. لكن هنا مضطر انك تلجا ليه لفيريفاي، مضطر رايت هاند سايد وليفت هاند سايد، لان هو بيقول لك فيريفاي عايزك تتاكد، عايزك يعني عايزك تعمل ايه الطرفين يعني صح، تحل المساله مرتين، مره بدبل انتجريشن ومره باللاين انتجريشن. لكن هنا انت بتحل مساله مره واحده بس باستخدام الرايت هاند سايد بتاع جرين. ونفس الكلام بالنسبه للمساله ايه الاولانيه خالص خدناها في المحاضره ازاي، هنا قال لك يوز جرين تمام كده بس. فكده بالشكل ده احنا ايه خدنا تمارين كفايه سواء على دبل انتجريشن في البولر وفي كارتيزيان، سواء على جرين، سواء في اللي خدنا منها مسائل على البولر ومسائل من مسائل منها على ايه على الكارتيزيان. بس مزيد من التمارين ان شاء الله هنبقى نعلن عنها ان شاء الله في القريب العاجل زي بحيث يبقى ايه في مزيد من التمارين. نشوفكم ان شاء الله في المحاضره القادمه.